مساء الخير على حضراتكم اجمعين. بنواصل الجلسه الثانيه من جلسات امسيه الليله عن تاثير مفكري النهضه العربيه على المجتمع المصري. عرضنا مع الدكتوره كارولين ديب من جامعه البلماند مدخل عام عن مفهوم النهضه العربيه والتيارات المختلفه اللي اتعاملت مع النهضه، سواء اللي اخذ موقف التغريب او اللي اخذ موقف الموازنه ما بين الحداثه وما بين التراث، وأيضا موقف الرافدين. وهنتكلم على حالة مصر في إبان الحملة الفرنسية ومطلع عهد محمد علي، وهي نقطة التحول في التاريخ المصري في تلك الآونة، وهي فاتحة للنهضة. حاليا الشير متاح للدكتور، تقدر تعيد عمل الشير للباوربوينت نعم من حيث توقفنا. وبشكر مبدئيا جميع الحضور معانا، بشكر أستاذة دنيا هانئ من منسقي الجروب معنا، أستاذة عبير محمد من أيضا المنسقين، وهي لها الجندي المجهول في عمل الإيفنتات والشهادات دايما. معانا المرشدة نرمين عز، دكتور أو الأستاذ الدكتور نادر الألفي، الصديق والأخ الغالي والمتخصص في الفن القبطي، وأيضا معانا أستاذ محمد محروس أو دكتور محمد محروس، وهو باحث دكتوراه في التاريخ مصر الحديث، وإن شاء الله هيكون معانا السبت القادم بموضوع عن الأسواق في فترة القرن ال19. ومعانا باحثة الدكتوراه إيفيت جابرييل وباحثة الدكتوراه فهيمة النحاس من إدارة النشر العلمي بمنطقة آثار اسكندرية. وبعتذر آيفون، أنا مش عارف مين شخص حضرتك أو حضرتك الكريم، فلو تحياتي ليك مبدئيا. ونواصل مع الدكتورة كارولين، اتفضلي. اوكي دكتور تشير ظاهر تمام، تشير على نفس الصفحة، تمام، كله تمام، ممتاز، صح. اتفضلي. اوكي لا انا عاوزة امر هننتقل ل صفحة ثانية. زي ما حضرتك تحبي، احنا كنا لسه المفروض ان بنبتدي عن الحملة الفرنسية الحملة ودعاة النهضة محمد علي. العربية اوكي اتس اوكي اوكي. واضحة ظاهرة على الشاشة؟ لا ظاهرة عندنا، تمام. مش ظاهرة. اوكي لا لا لا، يا تمام، لا باينة عندنا. اوكي اوكي. اذا نعم حضرتك بس واقفة على البار، فباين طالع لنا علامة الاتنين، الزوم والسكرين من تحت. ف اوكي مش تمام عارف هو ايوه تمام، اتفضلي كده يا دكتور. تمام تمام، اتفضلي. تمام اوكي كنا عم نحكي عن الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وقلنا انه هني كانوا عم يوهموا المجتمع العربي وتحديدا المجتمع المصري بانه اهداف هذه الحملة هي اهداف انها هي تخدم المجتمع المصري وتساند الشعوب المقهورة، ولكن بحسب التاريخ وبحسب الاشياء المدونة فان بالسبب الاساسي للحمله الفرنسيه على مصر فينا نقول انه هو يعود الى المنافسه القويه بين فرنسا وانجلترا على الفتح والاستعمار البلدان العربيه، ومين منه بدها تكون الاقوى والاسرع في استعمار اكبر عدد من البلدان العربيه. اذا ونابليون بونابرت عندما قرر انه هو يحتل مصر فهو كان عم بيفكر انه بهيدي الطريقه هو يستطيع أن يقهر إنجلترا، وهذه كانت الأسباب المخفية، ولكن هني كان يدعي نابليون بونابرت خلاف ذلك، كان يدعي بأنه جاء بهذه الحملة على مصر بهدف مساندة الشعب المصري، بهدف النهوض بهذا المجتمع المصري، بهدف خلاصه العمل على خلاصه من الاستعمار التركي وغيرها من الأسباب، ولكن الحقائق المضمورة هي غير ذلك، فقد كانت مطامع نابليون بونابرت هي أكبر من ذلك، فقد كانت مطامعه هو أن يقهر إنجلترا ويستعيد ما فقدته فرنسا في أمريكا في بداية القرن 18 من مناطق، وهكذا بحملته على فرنسا فهو يظن بأنه سوف يقضي على قوة إنجلترا. إذن هذه هي الخبايا المبطنة لهذه الحملة الفرنسية، ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من هذه النوايا
المبطنة، نقول يمكننا أن نقول بأن هذه الحملة الفرنسية كان أثرها العلمي في دنيا المعرفة والتقدم والتطور واضح جدا في المجتمع المصري، أي كان لها بالرغم من هذه السلبيات وهذه النوايا السيئة كان لها إيجابياتها. استطاعت هذه الحملة أن تحرك العقول نحو التطور والتقدم، استطاعت أن تملأ النفوس، استطاعت أن تشحذ الشعور ضد جميع أشكال التخلف والجمود والفساد الذي كان يعيشه المجتمع المصري. إذا فبالرغم من تلك الخفايا السيئة كان لهذه الحملة الفرنسية الآثار الإيجابية على المجتمع المصري. لهذا السبب فقد أطلق بعض المؤرخين على تاريخ هذه الحملة المصرية اللي كانت عام 1792 على أنها تعتبر بمثابة نهاية القرون المظلمة وبداية العصر الحديث في مصر. إذا نظن بأن هذه إيجابية واضحة، إذ أن هذه الحملة بالرغم من سيئاتها، بالرغم من الظلم الذي عانى منه الشعب المصري خلال الفترة الزمنية لهذه الحملة، ولكن كان لابد من بعض الإيجابيات، وهي التي حملت مفكري هذا المجتمع المصري أن يأخذوا الإيجابيات من هذه الحملة. إذا لماذا توجد إيجابيات لهذه الحملة، وكيف ساعدت هذه الحملة المصرية المجتمع المصري؟ يمكننا القول بأن نابليون بونابرت عندما شن حملته على مصر فزود هذه الحملة بمختلف أدوات التطور والنهضة، من خلال اصطحابه فريقا من علماء فرنسا ونوابغها وعلمائها المتخصصين في اختصاصات متعددة، يمكننا أن نذكر منها الرياضيات، الهندسة، الجغرافيا، الفلسفة، الطب، الآثار وغيرها من الاختصاصات التي لا تحصى ولا تعد. وأيضا فقد اصطحب معه رسامين، موسيقيين، مصورين، وأيضا رجال أدب وتكنولوجيا، وهذا كله أدى إلى غرس بذور الحضارة الحديثة في مصر، وفتح عيون أبنائها على ثقافة جديدة لم يتعودوا عليها من قبل. إذن وهذه الثقافة الجديدة، أي هذا التطور وهذه العناصر المحدثة التي أتت مع نابليون بونابرت خلال حملته على مصر، ضربت كل القيود الوهمية وكل التقاليد القديمة. فإذا شعر هنا المجتمع المصري بأنه لا بد من النهوض من هذا الجمود، لابد من التخلص من المراحل التأخر والكسل، والأخذ بعناصر الحضارة الموجودة في الدول الغرب، أي في دول أوروبا تحديدا. إذا يمكننا أن نقول بأن حملة نابليون على مصر التي استمرت من عام 1792 حتى عام 1801 قد أتت بنتائج تفوق ما يمكن لحملة عسكرية أن تحدثه. إذا ماذا نعني بهذا الكلام؟ هذا يعني بأن هذه الحملة لها إيجابياتها على المجتمع المصري وبنفس الوقت لها سلبياتها أيضا، ولكنها بالرغم من كل السلبيات كان لهذه الحملة صيحة كبيرة نبهت الشرق من رقاده، كانت بمثابة الشرارة التي أطلقت التحولات على كل المستويات وشغلت المجتمع الشرقي طوال القرن التاسع عشر وجزء لا بأس منه أيضا من القرن العشرين. لهذا السبب كان الشرق متحمسا، كانت بلاد الشرق متحمسة، وتحديدا نقصد هنا البلاد العربية، بعد أن كانت على مدى 3 قرون تحت سيطرة الاستعمار التركي ونائمة على أمجاد انتصاراته على أوروبا التي سجلتها هذه الفتوحات العثمانية. فإذا بحملة نابليون تشكل صدمة حقيقية لهذه المجتمعات الشرقية وتحديدا البلاد العربية، فأظهرت هذه الحملة الفرنسية على مصر
مدى ضعف هذه المجتمعات العربية. وقد تنبهت هذه المجتمعات إلى أن القوة التي عاش مطمئنا إلى حمايتها، ونقصد هنا الاستعمار التركي، لم تعد سوى وهم سرعان ما تلاشى أمام التطورات والتقدم التي أظهرته الحملة الفرنسية في مصر. إذن تلاشى كما قلنا القوة التي ظنتها البلدان العربية هي ستحميها على مدى العمر. إذن هذه القوى التي أرعبت الغرب في الماضي، أي الاستعمار التركي، باتت الآن أثناء الحملة الفرنسية على مصر باتت غارقة في الفوضى والنقص. إذن كان لابد من توضيح هذه الفكرة أثناء دخول نابليون بونابرت على مصر. ماذا حدث؟ ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات؟ ممكن اختصار السلبيات هي النوايا السيئة المبطنة لنابليون بونابرت. الإيجابيات هي ما أتت به هذه الحملة من عناصر العلم والتطور والتكنولوجيا، بحيث استفاد المجتمع المصري من كل هذه التطورات. والآن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي حكم محمد علي باشا. حكم محمد علي باشا الذي استمر في مصر من 17 مايو 1805 حتى 1 سبتمبر 1848. إذن يمكننا أن نقول بأن بعصر محمد علي باشا هو عصر ذهبي بالنسبة لمصر. إذن مشروع يمكننا أن نطلق على مشروع التحديث في الشرق، نقول أن مشروع التحديث في الشرق بدأ، يمكن أن نعين بداية لمشروع التحديث في الشرق غداة خروج نابليون من مصر. إذا خروج نابليون من مصر كان عام 1801. إذا حكم محمد علي باشا بدأ في سنة 1805. قد أبدى محمد علي باشا رغبة في الاستقلال وبناء دولة حديثة وتوفير مستلزماتها، فأسس لنهضة علمية إدارية وتربوية بارزة. إذا لقد استطاع محمد علي باشا أن ينقل المجتمع المصري من حالة الركود والكسل والجمود إلى حالة من التطور والتقدم، والأخذ بكل عناصر التطورات العلمية التي عرفتها المجتمعات الأوروبية على جميع الأصعدة. وبالتالي على جميع الأصعدة نقصد بأن هذه التطورات أيضا قد طالت الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، الحياة الدستورية، القوانين وما إليها، كافة المجالات، الحياة الاقتصادية. إذا هكذا كان عهد محمد علي باشا. إذا وعلى عهده تمت إرسال البعثات إلى فرنسا. بدءا يمكن التنويه هنا بأن أول بعثة أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا هي كانت برئاسة رفاعة الطهطاوي. إذا بعث فريق من التلاميذ من الطلاب معه إلى فرنسا. لذلك نقول بأن الجيل الأول للنهضة العربية، نذكر بعض الأسماء: الطهطاوي، بطرس البستاني، أحمد فارس الشدياق وغيرهم. إذا كانوا متحمسين إلى الأخذ عن أوروبا إصلاحاتها بكافة المجالات العلمية، سواء الاقتصادية أو العلمية أو الدستورية، والبقاء والحفاظ بنفس الوقت على التراث الأخلاقي والديني والثقافي في بلاد الشرق، وأيضا في البلاد العربية تحديدا. إذا نعود إلى محمد علي باشا. استطاع بوعيه وذكائه وخبرته السياسية ومرونته أن يحدث أكبر التحولات الاجتماعية والعلمية والثقافية والعمرانية في مصر. وبهذا يكون قد أعاد عظمة مصر ودورها الحضاري والريادي الذي كانت عليه دائما، لأنه أدرك بأن بناء إمبراطورية عربية حديثة هي ليست مستحيلة، ويمكنه أن يبني هذه الإمبراطورية تضاهي
أوروبا علما وثقافة، فكان على قناعة بأنه يمكنه بناء هذه الإمبراطورية العربية التي تواجه الإمبراطورية الغربية. إذن فقد توصل إلى النهوض بمصر عسكريا وتعليميا وصناعيا وزراعيا، لهذا وعلى عهده استطاع أن يحول مصر إلى دولة ذات ثقل في تلك الفترة. من هنا يمكن أن نطلق عليه مؤسس مصر الحديثة لما أنجزه خلال فترة حكمه كما قلنا سابقا التي امتدت من 1805 حتى عام 1848 ميلادي. إذا يمكننا القول بأنه منذ حملة نابليون بونابرت على مصر وطيلة القرن التاسع عشر، معظم العوامل التي كانت تدفع النخب الشرقية نحو البحث عن التغيير والتحديث يمكننا أن نلخصها في بعض هذه العوامل. من أهم العوامل التي دفعت المجتمع العربي إلى أن يأخذ بعوامل النهضة الأوروبية وأن يأخذ بكل عناصر التقدم والتحديث، من أهم الأسباب نذكر الحملة الفرنسية هي التي حفزت هذا الشعور. من هذه العوامل سوف نذكر بعضها: ازدياد التعرف إلى أوروبا وعناصر القوة والجذب في حضارتها، إما بواسطة البعثات التي كانت ترسل إلى أوروبا أو بواسطة الحضور الأوروبي نفسه في الشرق. إذا عندما تعرف المجتمع العربي على أوروبا من خلال إما البعثات أو السفر أو الحضور الأوروبي في الشرق، فهذا سبب رئيسي أدى إلى حدوث هذه النهضة العربية. أيضا من أهم الأسباب أيضا هناك ارتفاع مستوى الوعي عند الفرد في المجتمعات العربية، مستوى الوعي بالحاجة إلى التحديث والإصلاح، وذلك بفعل انتشار مؤسسات التعليم الإرسالي والوطني والإحساس بالتالي ببؤس أوضاع الشرق قياسا إلى صورة أوروبا. فإذا فعند المقارنة بين أحوال الشرق وأحوال الغرب فهذا حتما سوف يخلق حافزا للأخذ بالتحديث والتطور وأحداث هذه النهضة العربية. أيضا من أهم الأسباب يمكننا أن نذكر ازدياد عدد الأندية والجمعيات والنقابات المهنية والسياسية والثقافية التي تدعو جميعها إلى الإصلاح والنهضة والكيان المستقل. وأيضا من أهم الأسباب أن هذه الشعوب العربية أدركت بأن الاستقلالية ونيل الحرية لا يكون إلا بالتطور والتقدم والحداثة. أيضا من أهم الأسباب التنافس العثماني الغربي، هذا التنافس الذي كان بين الجانب العثماني والجانب الغربي كمان أيضا ساهم في زرع روح الإصلاح والتغيير والقانون. وأيضا من الأسباب المهمة انكشاف الشرق على المطامح والسياسات الغربية بعد انتصاراته المتكررة على السلطنة العثمانية منذ نهاية القرن التاسع عشر. فأيضا هذا كان من أهم الأسباب الذي دفع بالمجتمعات العربية إلى أن تنظر إلى تلك الحضارات الغربية وأن تعمل وأن تحذو حذوها وتسعى إلى أن تفرض هذه النهضة العربية في بلادها. إذا من هنا نكون قد انتهينا من نقطة النهضة العربية في مصر وحكم علي باشا. هلا الآن سوف ننتقل. دكتور باسم كم معنا من الوقت؟ عندنا لدينا بعض الوقت أيضا. نعم يا دكتور، لدينا حوالي 15 دقيقة كاملة. يمكن أن نبدأ بالشخصيات أو طبعا ناخذ طبعا أسئلة. طبعا طبعا طبعا، لا خلينا نواصل في الشخصيات، تفضلي. تمام. هلا ميوت شير، وين صرنا بالميوت شير؟ أوكي. أوبس دكتور أنا مضيعة. أوكي هي خلاص. اوريدي شاشة عندنا عارضة على السلايد بتاع الحملة الفرنسية وحكم محمد علي. لحظة. حضرتك بس افتحي أوكي الباوربوينت. ايوه تمام كده، ممتاز. من أهم مفكرين النهضة العربية. أوكي أنا ممكن أكمل أو نوتس. أوكي ايوه يا دكتور كملي، حضرتك لسه قدامنا حوالي 15 دقيقة كاملة، لسه ربع ساعة، اتفضلي.
حننتقل الآن إلى الشخصيات، وبالتالي الشخصيات هي الجزء الأهم بمحاضرتنا، لأنه نحن الفكرة الأساسية تأثير النهضة العربية على المجتمع، تأثير مفكري النهضة العربية في المجتمع المصري. وسبق وقلنا نحن الفكرة أنه أي مجتمع بده يتقدم ويتطور، حأحكي باللبناني شوية دلوقتي، أي مجتمع بده يتطور فإجباري بده يكون في عنا نخبة من المثقفين والمتعلمين، هم اللي بدهم يحملوا راية هذا التطور والتقدم والتحديث. لهالسبب أنا اخترت نخبة من هؤلاء المفكرين في المجتمع المصري الذي كان لهم تأثير قوي جدا في عصر النهضة، كانت لهم آثارهم التي يحتذى بها. هلا حنبدأ بالترتيب أكيد حسب التواريخ، حنبدأ بالمفكر عبد الرحمن الجبرتي 1754 1825 ميلاديا. هو مؤرخ من أشهر المؤرخين في مصر في العصور العثمانية أكيد، ومدون وقائعها وسير رجالها، وكان من أهم الشخصيات الذي يعتني بتدوين كل الوقائع وسير الرجال التي مرت بالمجتمع المصري. هو من أكبر المؤرخين في التاريخ العربي الإسلامي. هلأ أهم شيء عند عبد الرحمن الجبرتي أنه عاصر الحملة الفرنسية على مصر، وكان جدا منزعج من آثارها السلبية في المجتمع المصري، ولكنه بنفس الوقت كان يدرك في قرارة نفسه مدى الضعف والجمود الذي كان يعاني منه المجتمع المصري قبل حصول هذه الثورة الفرنسية بمصر، ولكن كان موقفه العلني هو أنه هو ممتعض من هذه الحملة الفرنسية، لأنه برأيه هي كانت ظالمة بحق الشعب المصري. إذن لهذا السبب بنقول أنه هو كان واعي تماما لحجم الخطر القادم، لأنه كان يدرك النوايا السلبية التي كانت تحملها هذه الحملة على مصر. ولكن بنفس الوقت قلنا أيضا لأنه من مفكر وملم بكل الأمور، بنفس الوقت فإنه أيضا يدرك بأن مجتمعه المصري الضعيف المتدهور خلال الاستعمار العثماني عليه طيلة قرون طويلة، فإن هذا المجتمع يجب أن يتطور ويتقدم، أي إنه كان يشعر بأنه بين نارين، من جهة فإنه هو ضد هذه الحملة الفرنسية وضد الظلم التي تمارسه بحق الشعب المصري، ولكنه بنفس الوقت لا يستطيع أن ينكر الإيجابيات التي جاءت بها هذه الحملة، وخصوصي على صعيد العلم والثقافة، وهذا ما دفع بالمجتمع المصري أكيد إلى التقدم والرقي. إذن يمكننا القول بأن موقفه من هذه الثقافة الغربية وتحديدا من هذه الثقافة الفرنسية كان موقف معادي جدا، ولكنه لأنه يعلم بأسباب الضعف الداخلي فكان مقتنع تماما بأن مجتمعه المصري يجب أن يكون أقوى من ذلك، وبنفس الوقت كان يدعو أيضا إلى التمسك بالتراث العربي وبالثقافة والحضارة، ولكن هذا لا يمنع أيضا من الأخذ بعناصر التطور الموجود في المجتمع الغربي. إذن يمكننا اعتبار أن الجبرتي هو من أهم مفكري مصر بعهد النهضة العربية. إذن فبالرغم من موقفه المعادي هذا، تحدث كثيرا عن التطورات التي عرفها المجتمع المصري أثناء الحملة الفرنسية. من أهم آثاره، من أهم مؤلفاته كتابه الشهير عجائب الآثار في التراجم والأخبار، كان يدون في هذا الكتاب، لقد دون في هذا الكتاب يوميات الحملة الفرنسية على مصر. إذن هذا بالنسبة لعبد الرحمن الجبرتي. حاولت أختصر أهم أفكار عنه، موقفه من الحملة الفرنسية، ولكن في نفس الوقت أكيد فإنه غير معادي للتطور الغربي.
هيدا باختصار. دكتور باسم كيف جايبه معانا لنا وقت يا الشغل؟ دكتور، اتفضلي. لسه في 15 دقيقة، سوري، في لسه 15 لسه في 10 دقيقة. دقائق، أنا آسف، 10 دقائق. 10. اوكي اذا باردون. هلا حننتقل للمفكر الثاني اللي هو رفاعة الطهطاوي. السكرين اتس اوكي دكتور باسم. تمام يا دكتور، تفضلي. رفاعة الطهطاوي 1801 1873 يعتبر من أهم قادة هذه النهضة العربية، ويمكن أن نطلق عليها أكيد النهضة العلمية في مصر على عهد محمد علي باشا. إذا لقب الطهطاوي برائد التنوير. إذا لماذا لقب بهذا اللقب؟ لما أحدثه من أثر في تطور التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث. إذا كان من أهم المفكرين الذي دعا إلى الأخذ بعوامل التطور الغربي. كان مقتنعا تماما بأن المجتمع المصري يستحق أن يتطور ويأخذ بعوامل الحداثة والنهضة الأوروبية. لهذا السبب اختير إماما مشرفا ومرافقا للبعثة العلمية التي أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا، وهي عبارة عن مجموعة طلاب كان يترأسها رفاعة الطهطاوي. وكان سعيدا جدا بهذه البعثة العلمية، وآنذاك قارن بين حال العلم في فرنسا وحاله في مصر. من أهم مؤلفاته كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، واعتبر المؤرخون هذا الكتاب من أهم الكتب في زمن النهضة العربية الثقافية الذي كتب في القرن التاسع عشر. كان هدفه الأساسي للطهطاوي من هذا الكتاب إظهار مدى إعجابه بالتطورات التي شهدها في باريس، والتي رغب ضمنيا أن تكون موجودة في مجتمعه المصري، وكان هذا هدفه الأساسي، وقد سعى إلى تحقيق هذا الهدف، واعتبر بأن المجتمع المصري لابد أن يصل إلى هذه المرحلة من التطورات التي شهدها في المجتمع الفرنسي. إذا تلاميذ البعثات استطاعوا أن يساهموا بشكل مباشر وفعال في تغيير وجه المجتمع المصري على كافة الأصعدة. إذا البعثة العلمية الأولى اللي كانت برفقة رفاعة الطهطاوي تلتها طبيعي بشكل طبيعي تلتها بعثات متتالية عبر الزمن. يعني تلاميذ التلاميذ إلى آخره، وهؤلاء التلاميذ ساهموا بشكل قوي في تغيير وتطور المجتمع المصري، في تطور بنية المجتمع سواء الاجتماعية أو الفكرية. إذا وفي سنة 1835 تم افتتاح أول مدرسة للغات في مصر، وذلك بناء على مساعي قام بها الشيخ رفاعة الطهطاوي. كانت تسمى في البداية هذه المدرسة مدرسة الترجمة، وكانت تدرس إلى جانب اللغات تدرس علوم الهندسة والجبر والتاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية وغيرها من العلوم. وفيما بعد تغير اسم هذه المدرسة إلى مدرسة الألسن، وهي الآن كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس بالقاهرة. إذن لا يمكننا أن ننكر الدور الأساسي الذي قام به رفاعة الطهطاوي كمساهمة في تطوير المجتمع المصري على كافة الأصعدة. أكمل يا دكتور؟ لدينا متبقي 5 دقائق من تلك الجلسة. هستأذن أوكي حضرتك إن أنا، بسيط. بما إن إحنا قبل ما ننقل على الشخصية الثالثة، حابب إن أنا تمام أكمل. أشير إلى بعض نعم المراجع الهامة اللي ممكن إن الواحد يعتمد عليها في هذه المسألة. عندنا نعم كتاب
رفاعة رافع الطهطاوي التي أصدرته ذاكرة الكتابة في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، وهو قسمه إلى 5 أبواب. الباب الأول في المنافع العمومية، مرة أخرى يقسم المنافع من حيث مراتبها الأصلية في الزراعة والتجارة والصناعة، ثم يطبق تلك المنافع في العصور القديمة على مصر القديمة وصولا إلى الإسكندر المقدوني. ثم في الباب الرابع يتناول التشبث بالمنافع العمومية في عهد محمد علي باشا، وينطلق في الباب الخامس والأخير إلى الأعمال المستحسنة من الإصلاحات. فهو طبق عمليا النهضة اللي انتهجها واللي حضرتك أشرت إليها في الكتاب ده. مرة أخرى فيما يخص برضو رفاعة رافع الطهطاوي ومن نفس سلسلة ذاكرة الكتابة، كتابه المرشد الأمين للبنات والبنين، وهو أيضا كتاب خاص بالتطور والنهضة العربية فيما يخص التعليم بكل ما يحمله هذا الكتاب من ملامح في 7 أبواب، عن الإنسان وعن الصفات العامة والخاصة لدى الذكور والإناث، وفي التعلم والتعليم والوطن والتمدن والتربية، وفي الزواج والتسري، وفي عمار المنازل وعلاقته بتربية النساء، وفي القرابة وحقوقها، أي انطلق إلى جوانب إنسانية واجتماعية بحتة تتناسب وموضوع مؤتمرنا. ولا أنسى ختاما مع رفاعة رافع الطهطاوي تلميذه النجيب علي باشا مبارك، ودي دراسة دكتور سمير محمد طه أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة أسيوط، صدرت عن جامعة عين شمس سنة 85 بعنوان علي باشا مبارك وأثره في الحياة الفكرية والسياسية في مصر في القرن 19. وهنا الفكرية جانب من الجوانب اللي بتأثر على المجتمع من الناحية الاجتماعية، كما تنعكس أيضا الحياة الفكرية والسياسية على المجتمع وكل ملامحه. حاليا لدينا تعليقات سريعة جدا ممكن ناخدها في 2 دقيقة من الحضور الكريم، ثم هناخد راحة ونرجع نتواصل مرة تانية من ونص وخمسة أو من اللاتلت إلى ما يتيح لنا الوقت، يعني استمرار فيه إكمالا للشخصيات. لو حد حابب يعمل مداخلة المايك يتفتح أو رفع الإيد وأنا أدي إمكانية الحديث، بس مداخلات سريعة لو سمحتوا. دكتورة فهيمة اتفضلي. شكرا دكتور باسم. هو انا بس ليا تعليق صغير قوي بخصوص الشيخ رفاعة الطهطاوي. هو يعني كونه اماما ومشرفا، هو لم يكن مبعوثا للدراسه، هو بعث اماما للصلاه، ولكن لنبهته الشخصيه فهو درس معاهم كاللغه الفرنسيه مع ملاحظاته على المجتمع الفرنسي. ده اللي خلاه وده اللي ساعدنا جدا لما رجع للقاهره، وبداية للتراجم وكمية التراجم ونقل العلوم والمدرسة مدرسة الألسن اللي هو كان بداية ليها وكل ده، لكن هو لم يوفد للدراسة. أنا بس دي الملاحظة اللي أنا عايز أقولها. شكرا. شكرا لحضرتك، وفعلا زي ما الدكتوره كارولين مسجله، هي اختير اماما مشرفا ومرافقا للبعثه العلميه الاولى، ولكن حسب بقيه البعثات في بعثات اخرى تم ارساله كمبعوث مباشر وليس كامام، فالامر تطور الفرق ما بين البعثه الاولى والبعثات اللاحقه. وطبعا ملاحظه مهمه جدا، شكرا لحضرتك للمداخله. في اي ملاحظات تانيه؟ فاضل لنا دقيقه. طيب احنا دلوقتي بنفس الرابط، نفس الاي دي، نفس الباسكود، هندخل كمان ربع ساعة دلوقتي و35 دقيقة، يعني هندخل الا 10، يبقى ان شاء الله الا 10 هندخل تماما، الا اذا كانت الدكتورة حابة ان احنا ندخل بدري الا ربع. ايه رأي حضرتك يا دكتورة كارولين؟ ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة إلا ربع. الا ربع، خلاص يبقى ان شاء الله 10 دقائق مباشرة ونواصل. تمام. شكرا لحضراتكم.